نتمنى انا نتحصى على جنسيه جزائري، مرأة جزائرية ما تتشرط، كنت حومتي متزوج من مرأة جزائرية تكلفته مالك نبقوا احنا 50 دينار بفلوس تونسية، نتمنى يتجوز مرأة جزائرية وتحصى على جنسية. في تونس صعيب ياسر تلقى مرأة معناها تفهمك وتفهم بعضكم، فهمت؟ اما ان شاء الله معناها سو بوان بني تونس الكل ما فيهمش واحده تفهمك. والله ايش اقول لك، شوف تخرج تعملها قهوه تبدا هنا ومن بعد في القهوه معناها تشوف معناها حركاتها تصرفاتها. شنو ما التصرفات بالنسبه لك انت ما يعجبكش؟ والله ايش اقول لك، تبدا تحكي مثلا حتى مثلا تطبح ولا تتقصي على اخبارها. تقول مثلا نحب راجل يقطع دوسي منين فلوس، ونحب كرهبه ونحب دار، عباره معناها التوينس تونسيات هكا يتشرطوا تقول لك طول نحب كرهبه ونحب مش ديريكتومون. واش نقول لك، مش تخرج معاها مره سنين ثلاثه برشا كثير من المرات تعرف معناها هي كي خرجت معاك نورمالمون تعرف حالتك الماديه، تعرف انت على شنو قادر وعلى شنو مش قادر هكا ولا صحيح. هذاك علاش ما انا عندي ولد حومتي متزوج من مرأة جزائريه تكلفته مالك نبقوا احنا 50 دينار بفلوس تونس معناها 50 دينار عرس؟ اي خمس لا مش خطوبه 50 دينار، العرس برسك زوز 83 معناها فهمت هكا هو معناها قاري هو المرأة الجزائرية ما تتشرطش، ما عندهاش ولد. قال لك أنا هزيت خاتم فرس وغطسته في الذهب وقبلت معناها وعادي هذه في الخطوبة معناها وعادي كل شيء وخبزة قاتو معناها، ومن بعد العرس تكلف لي معناها برسك دو شو إيجا. نقول لك حاجة، هو حتى التونسية كي تلقى تونسية معناتها تفهمك وتفهمها وتراعيك وتراعيها وتحبك أهم حاجة راهي باش تصبر معاك سيغتينمون. احنا ما قلنا احنا ما عممنيش، لكن ايش نقول لك، تنسيت تعطوا في تونس سيغتو كي يجي يقرا من الفوايي من البيت، تجي من الريف تجي في العاصمه باش تقرا صاحبتها في العاصمه تحل على عينيها، راهو هذايا شفناها جاربها فهمت، تكون مستوره لابسه جبه او لباس محترم بشوي بشوي تولي تلبس الحر لباس نتاع نسيت تتاو نتاع الحريه تلبس معناها وتعري كل شيء، تجي تحكي معاها كل شيء تقول لك بصراحه معناها تقول لك في تونس بلد الحريه. حتى انا شفت تونا حتى في النساء نتاع ليبيا جاوا لتونس ولا يلبسوا في لباس نتاع تونس قاشتين تقول لك انا عندكم تم الحريه احنا ما عندناش الحريه فهمت. دونك انك حتى انك باش نتزوج لازم المراه اللي بتنخذها تحترمني، ما تلبسش لباس هذاك راهو في الشارع، تلبس في الدار عادي اما في الشارع فهمت، خاطر المجتمع سامحني نظرة الشباب بتاع المجتمع ما يرحمش. لو تتيح لك الفرصة انك تعرس بجزائرية هل معناتها تقبل؟ بالطبيعة نقبل، انا نتمنى ناخذ جنسية جزائرية، نتمنى انا نتحصى على جنسية جزائرية، خاطرني انا عملت فواياج الجزائر بصراحة عجبتني معناها 95% معناها من النساء يحترموا الرجل عاشرتهم وشفتهم معناها، اما ما حكيتش معاهم معناها ما نظرت اعجاب ولا حاجه، اما من بعيد معناها فهمت، صاروا برشا حاجات قدامي مثلا راجل كيعيط عليها وكيعيط عليها وكش تحترم معناها تخاف، مش كما تو مثلا تجي تحكي معاها مثلا باحترام ساعات تلقى طفله تسمع كلام هكلي تقول انا راجل ما خدنا عقر، انا حكيت معك بكل ادب معناها فهمت صحيح، تقول لي تشكرك انت خويا ولا بابا تولي عارف تولي نحن معها في مشكله فهمت. دونك ولا رجل يجبد روحه ويخليها كما قوا احنا تحكي وحدها فهمت. انما في الجزائر انا كي مشيت للجزائر معناها لفت مدينه قسنطينه جانب صديق اخي كريم معناها غاديكا وشفت برشا حاجات عجبوني مثلا في الجزائر. بون نتمنى انا في الوقت الحالي ان شاء الله اوكي تتيح لك الفرصه انك تبدل الجنسيه نتاعك جزائري، هل تبدلها؟ تبدلها ومعناتها وعادي وتتخلى على المواطنه نتاعك التونسيه ومعناتها وتتخلى على الجنسيه. أو شباب حرق وتخلى على جنسية تونسية، ونعرف برشا شباب حرق ونجح وكل شيء وبوه توفى وما حضرش للجنازة نتاع بوه، اش معناها؟ أو بوه توفى مثلا وما حضرش وأنا حضرت خاطر هو ولد حومتي
فهمت، وما حضرش الجنازة وعادي معناها قال شنيا هو أمي معايا حتى في الفيسبوك حكيت معاه وكل شيء، يقول لك أنا تونس ما عادش تعجبني علاش هابط، أنا نقول له راه بوك توفى وكل شيء تبارك الله عليك، معناها المفروض ذاك على الأقل تحضر نهارين ثلاثة على الأقل تنور دارك ودار أهلك، يقول لك علاش بابا مشى على روحه، يا أخي أنا شوفش يدوم باهي نقول له أمك قات وحدة، يقول لك عندها أختي دونك نشوف انا مادام انا كشفتك اي دونك فما غير يتخلى، انا حتى كي نقبل ناخذ جوجين في السياره مش فرنسيه تونس، نعمل نهبط نعمل طلب على اهلي ونرجع مش كومبليتمون فرنسيه راه، فهمت بلادي صحيح ما قلناش لي لكن زاد واحد يتمنى ان شاء الله يتمنى يتجوز بمرأة جزائرية وتحصل على جنسية وإن شاء الله بكل صراحة نشتغل في سكك الحديد الجزائر، سكك الحديد الجزائر أنا شفتهم كيفاش يتطوروا في المشاريع نتاعهم في السكك الحديدي وشفتهم معناها تقدموا كثير على تونس.